فمن اغلى البطولات يعني 2012 بتاعت الناس ارتبطت بشهاب بهدف الاتحاد الليبي. ففكرنا باللي حصل، يعني الماتش ده كنا عايزين لازم نكسب 3 وكانت قصه كده. كان ماتش خسرنا هناك كان 2 متعب 0 اعتقد متعب وفضل. وفضل كنا خسرنا هناك 2 0 في ليبيا، وكان الماتش ده لازم نكسبه عشان نصعد دور الثمانيه من جميع. ف من المرات القليله كنا محطوطين في ظروف صعبه في لان هناك ظروف الماتش كانت صعبه جدا جماهيريا في ليبيا كمان، فكان الوضع مش حلو. فرجعنا هنا ويمكن من احسن ماتشات اللي لعبناه كابتن حسام البدري كان مدير فني. كابتن حسام كابتن حسام، فعملنا ماتش كويس جدا فنيا. حتى الشوط الاول احنا مضيعين كتير وطلعنا 0-0، ما هو فقدناش جونك الامل. اللي فتح ال جوني، لا جوني التاني. التالت التالت صح صح في الدقيقه 94 كان متعب اعتقد، متعب، وبعد كده وبعد فضل، فضل وبعد كده وبعد كده انا. فكان الماتش ده لو كان خلص تعادل كان هلعب ضربات جزاء. فالحمد لله توفيق ربنا طبعا في الدقيقه 94 الجول بقى جه. جول عالمي. طبعا الجول ده اعتقد هو العلامه الفارقه ما بينك وما بين جمهور الاهلي. طبعا طبعا لحد دلوقتي انا الناس دايما معلمك بالجول دوت وباللحظه دي. فمن الحاجات اللي اثرت ولحد دلوقتي معلقه مع جمهور النادي الاهلي، واللي انا ببقى مبسوط بيها ان الناس لحد دلوقتي في او انت انا كشاب يعني بفتخر ان انا متعلق واسمي متعلق بالنادي بحاجه زي الاهداف دي، لان الاهداف دي بتعيش على مر التاريخ. فانا مبسوط جدا بالهدف لا، دوت. الوقت بتاع الهدف وطريقه احراز الهدف وان هو الهدف الثالث اللي يخليك تصعد للبطوله بدون او للدور اللي بعد كده بدون اي بدون الدخول في ضربات الجزاء او ركلات الترجيح، وبالتالي معلق. طبعا طبعا يا كابتن، انا بقول لحضرتك هي دي الاهداف او اللحظات اللي بتبقى مؤثره مع النادي الاهلي، زي جول كابتن ابو تريكه في صفاقس طبعا هو نهائي، جول قفشه مثلا في النهائي. فالاجوال دي هي اللي بتبقى مؤثره وبتعيش مع الناس على مر التاريخ ماتش يعني. الصفاقس كنت لسه صغير تاني. لا كنت صغير، لا كنت صغير حسيت 2006. بالماتش يعني وشفت. طبعا شفته، طبعا شفته يعني شفته. وبعد كده كان نهائي القطن في 2007 على ما اظن بتاع كابتن احمد حسن، 3-4. اللي حضرتكوا كنت حضرتك موجود طبعا. انا طلعت في السنه اللي حضرتك رحت رايح اللي الحرس، بعدها. اللي يعني بعدها انا او طلعت اخر السنه دي. اخر السنه كنت حضرتك رحت حرس حدود وكنت بتلعب مساك ساعتها، كنت لعبت شويه. بحد. فلا طبعا يعني من الحاجات اللي الواحد بيعتز بيها الجول بتاع الاتحاد الليبي طبعا. الجول بتاع الاتحاد الليبي من الاهداف الرائعه الحقيقه شهاب، ومن الاهداف اللي الواحد ما بيشوفهاش كتير في الملاعب.